السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسي إن شاء الله قد نهضر فتنة المال. المال يثمى قلني عم ثم قرن ندفك ربي سبحانه وغير عبد أكيد دينا ربي القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكن دار نسينا النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام إن ياس يا حكيم إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. خضرة حلوة يعني ذي الحجني لا نشبح أما الربيع وإذا عني مرض الطلا إلى عرض غرس وثير قرى ستبتس أكن ذا عن الشين دونيث وثير قرى العبد. إذا من أي ثم يجعلتنا رب العالمين ذي الفتنة ذي البلاء المؤمن لكن يغدنا رب العالمين جواليس إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فغذا من أيام أكن يزمر العبد أن يسخدم وأن يسخر كطاع رب العالمين، أكن يزمر كذلك يثمى أذنين في اللس النقمة وأدقل في اللس صلم ضرر. أكن يغدنا مشبح للبيع تظلي ربي في اللس إسلاميس نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال، كل الأمة يجعل رب العالمين الفتنة مشاعت في الوقت ديس ممكن يغل الأمة الإسلامية يقدر رب العالمين أتسين يغل الفتنة النغ قدرين. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، هذه تسوسقسي أربعة الحوايج من بين الحوايج التي تسوسقسي في لسن العبد يوم القيامة إذا من أي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سسمين ديوب سسمين تكسب ما يلك الحلال ما يلك الحرام، وقين عين أندين يصرف ما يلك الحلال ما يلك الحرام، فما كان شتي مرة ذين رادت وحسف لسن يوم القيامة. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، فهو يكني لان في كيس رب العالمين شين وين حسب سنيثما مقرت يوم القيامة، لأنه غني سقسي رب العالمين سسي غيد وين ذري من أيام أندى مصر في ذري من أيام، فغن ما لي غيثما ذا الفتنة هذه سوى حسف لسن العبد يوم القيامة. يخلق قدر رب العالمين العبادة تحبين ذري من الناد وتحبون المال حبا جمع، وليش من هيك ديني كنت تحبي غالا شين دونيس بنص الآية وتحبون المال حبا جمع، ويند النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال الحادث اثنين من ذهب لابتغى ثالثة إلى قحفة تسعة وثلاثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ابن آدم ورق النعالة ورقر الدنيس ورقر الشين دنيس لما يموت ما إلى العبد يعني سنقوليس وسنعي لارك فوسيس أسيويغ الهلاك وأسيويغ جهنم. إن النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن دوك ذوب أتقل ما تسعو وأتفسد الدنيس وذيل الخير غمدا وتناغن في الدنيس وتناغن في ذري من هذا الشيء يعني الخسر وهني طور شين دنيس هني طور الدين نسن وهني طور الدنيس نسن المحبة يلشين دونيت يتسويغ الخسارة والهلاك يوم القيامة. إما رام طالب الحل العباد الدونيت النف توثن الفتنية من المال الميزانية وقع عند الحرام، أما ذا الربا أما ذا الرشوة أما يعني الشيء من العباد أنشتهي لك أغديج أغيج أدن مكثير الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مدينا يعني قال خرم الزمان لعباد وترى نرى وطلي نرى أنسي بكسبن الشين دوني ثيام يقول حلال أكو أضل حرام. أكن داغا أن في النبي صلى الله عليه وسلم يعني إفكي يغد الدواغن الفتنة يام وهو القناعة، القناعة ما ذي السقناع بنذب سوى ينستفكا رب سبحانه سوى ينستفكا رب العالمين. أكيد دين النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
لكن يدينا النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه يعني غلمان معافا في بدنه معافا في بدنه يعني الصحين عنده قوت يومه يعني صفات رب العالمين فإن دثان دكلس مرة الدنيا حيزت له الدنيا بحذافيرها رب العالمين يثمى في كرهو إن غياب ذن ذريمن ميلا غيف كياسة ذردون ميلا غيكسسة ذسخط أكني غيدين رب العالمين كواليس فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فمن لا غفك يصر بالعالمين إن ويس حبث ومن لا غفك يصر بالعالمين إن ويس كرهث وإن يثمى مشي غيد الميزان والنبي صلى الله عليه وسلم إدعشر ونقع من ذريم فإن تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى فقد عيس النبي صلى الله عليه وسلم صلى خسارة للدنيا ثيس فقدر من أين يثمى إزمر ذي لند الشقاء العبد لكن غد النار بالعالم الجواليس فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فقدر من أين الشيء مرة للدنيا في حقيقة الأمر يثمى ذي الشيء من رب العالمين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أن نغد عبد النبوة أن نغد رمنا يغد الشينس ولكن في حقيقة الأمر ما إلا يسخد مثلا الخير ذاك يشتغر ذي يفك الدنيا سيد الأخر فيس أكن يغد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وليس لماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى أكن يغد النغر بالعالمين جواليس والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ذينا غرذي الزواري وكان الأخر فيس ذينا غرذي الشيء تفكر بالعالمين أظن شيء ما مشي لأن تي ذيري مشي دي ذري من ذيري وإنما ذي العبد ذيري من ذي الحق شري ذري من يتوغى إن الله عز وجل القرآن الكريم إن الإنسان لا يطغى العبد تصيد يوق أن رآه استغنى اسم الذي لذين استغنى يسعي ذري من يسعي الشرك الذي بدو الذي تصيد الذي بدو ذي عصور بها المعاصي والشرك تسندد أغلبها السباة لذري من العلمين لأن الحقيمانيس يسعي المكانة الدنيا ثانية الذي بدو ذي عصور رب العالمين والعبدال ما يتحب ذري من وثني ويطارة هذا عصور من العالمين وكنت اليوم فالربا مثلا وأكل أموال اليتامى وغيرها من الموبقات والمعاصي يخدم مثل العبد يتكر وغيرها يخدم مثل ماشي كذي الحق إذا لمنية فالحب إذا لمن مشروع تحب إذا لمن ولكن إذا قانت صوت قبريديس من الحلال إن ضرب العامين قواليس وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حوطان يعني يريد مرق شين دونيس يريد مرق والنبي صلى الله عليه وسلم إسعاد إذا الصحابة إسعاد إذا لمن إقدع من الدين الإسلام كعثمان بن عفان وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لن ينفقون في سبيل الله عثمان بن عفان لا يجهز الجيوش وغيرها فإذا لمن مشي ذلك وإنما نعم المال الصالح للرجل الصالح وزمادني بأس المال ما يلقى فلوس نير العبد أثني استخدم في معصية الله عز وجل فأخذ نسأل الله عز وجل أن يرزق العبد يسكن ملان الخيريس وكوني جعل إن شاء الله بذلك أن يستخدم المال يشين دنيته في طاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.